في نفس السياق مستمرين في رصد فعاليات الحوار الوطني وعلى هامش جلسات الحوار الوطني. معانا لقاء مع النائب دكتور علي بدر حزب مستقبل وطن. الحقيقة أنا كنت من المتحدثين في لجنة الوصاية على المال، وهذا الأمر بيمثل إشكالية موجودة في المجتمع المصري فيما يخص في أموال القاصر. والحقيقة كان النهاردة كان بدور معظم الجلسة حول انتقال الوصاية على المال من الأب إلى الجد الأب في حالة وفاة الأب. والحقيقة ده لقينا فيه معاناة كبيرة جدا من الأم في كيفية إدارة أموال القاصر عن طريق الجد بأب. كان فيه مطالبات كبيرة جدا بأن يتم في مشروع القانون الجديد انتقال الوصايا بعد وفاة الأب إلى الأم مباشرة. إلى جانب كان فيه مطالبات حول إنشاء صندوق لاستثمار أموال القاصر. تعلم سيادتك ان بيتم ايداع اموال القاصر في النيابه الحزبيه وبيتم صرفها للقاصر عند بلوغ سن الرشد وهو 21 سنه، فبتبقى القيمه السوقيه او القيمه الماليه للمبالغ بتبقى يعني للاسف ما بقتش بحجم السوق او بحجم التطور بيشهده العالم او بيشهده الزمن. فكان في مطالبات بانشاء صندوق يتم الاشراف عليه من الجهات القضائيه المعنيه من اجل استثمار اموال القاصر. ايضا كان في مطالبات بتيسير الاجراءات في شان التقدم لطلب بعض المبالغ الماليه في حال تعرض الاسره لاي مشكلات سواء في الحوادث او في بعض العمليات الجراحيه. ايضا كان في هناك بضروره الا يكون لجوء الوصي على القاصر الى النيابه الحزبيه ثم الحصول على موافقة أو الحصول على حكم قضائي من أجل صرف بعض المبالغ. كان هناك طلب أن يكون هناك تحول رقمي أيضا في معظم محاكم الأسرة أو نيابة الأسرة من أجل سهولة الإجراءات على الوصي أو على القاصر.